بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية سنة ثالثة ابتدائي نستأنف مع الصفحة رقم 99 99 إذا المجموع هو 99 99. في أعلى الصفحة عندنا لافونتور المقصود بها événement imprévu. إذا نتكلم عن حدث غير متوقع. événement imprévu. إذا تنتحدث على واحد الواقعة لم تكن متوقعة فحدثت. إذا نقول عنها aventure. وتعني أيضا entreprise surprenante. إذا نتكلم عن entreprise طبعا entreprise ممكن أن تعني شركة لكن هذه الكلمة أساسا تأتي من فعل entreprendre ويعني فعل entreprendre يعني باشرة يعني ممكن أنك تباشر عملا كمباشرة العمل. إذا نتكلم عن فعل باشرة أو حاول إقناع المقصود أنك تباشر إقناع شخص مثلا. إذا نتكلم عن فعل باشرة المقصود أنك تبدأ في عمل مثلا. إذا نتكلم عن entreprendre هنا عندنا aventure ممكن أن تعني entreprise surprenante. إذا aventure هنا ممكن أن تعني entreprise surprenante. إذا كما نتكلم هنا عن مباشرة مدهشة بمعنى آخر نتكلم عن مخاطرة فعندما نتحدث عن aventure فالمقصود أننا نتحدث عن مغامرة. aventure المقصود بها événement imprévu نتكلم عن حادث غير متوقع وبها entreprise surprenante. هنا نتحدث عن l'aventure d'un arbre إذن بمعنى آخر نتحدث عن مغامرة شجرة الشجرة التي تبدو في الصورة ستأخذ مغامرة l'aventure d'un arbre. au bord d'un lac على ضفة بحيرة. إذن au bord d'un lac على ضفة بحيرة. un cèdre regarde le ciel et dit شجرة الأرض تنظر السماء وتقول un cèdre regarde c'est le verbe regarder le ciel يعني السماء إدي وقالت. إذن شجرة الأرض تنظر السماء وتقول quelle tristesse أي حزن أي كآبة أو يا له من سوء حظ إن صح التعبير. quelle tristesse ma vie n'est pas belle إذن حياتي ليست جميلة il ne veut pas avoir toujours ses racines au même endroit. il ne veut pas هو لا يريد avoir يعني أن تكون ملكية كما نقول. هو لا يريد ملكية المقصود هو لا يريد أن تكون له. طبعا هنا عندنا كما نقول أن يمتلك ولكن مدام أننا نتحدث عنه هو نقول عنه بأنه il ne veut pas. نتكلم عن الشجرة طبعا هي في اللغة الفرنسية مذكرة il ne veut pas إذن هو لا يريد. إذن كما نقول في اللغة العربية هي لا تريد. طبعا كما قلنا الشجرة في اللغة الفرنسية كلمة مذكرة. نقول كما رأينا l'aventure d'un arbre إذا نتكلم عن un arbre ولا نتكلم عن un arbre. إذا نتكلم عن un arbre يعني شجرة كما نقول شجر. إذا نتكلم عن كلمة مذكرة. إذا هنا il ne veut pas avoir هو لا يريد ملكية. طبعا كما ذكرنا في المسابق بأن le verbe avoir تعني امتلك. طبعا إذا أتبع باسم هنا عندنا أفواغ متبوع باسم إذن هنا يفيد الملكية أو بمعنى أصح هو يفيد هنا عدم الملكية. il ne veut pas avoir هو لا يريد ملكية كما نقول ملكية المقصود هو لا يريد أن تكون له. il ne veut pas avoir toujours ses racines هو لا يريد دائما أن تكون له جذور لغسل المقصود بها الجذور. إذن هذه الشجرة شجرة الأرض هنا لا تريد أن تكون لها جذور مرتبطة بالأرض حتى تتحرك
وتطير مثلا مثل الطيور. إذن il ne veut pas avoir toujours ses racines au même endroit, في نفس المكان. إذن هو لا يريد أن تكون له جذور مرتبطة دائما وأبدا في نفس المكان. au même endroit, في نفس المكان. هو يريد أن يتحرك مثل بقية الكائنات الحية. il veut être comme cette cigogne. il veut être comme cette cigogne. إذن هو يريد أن يكون مثل هذا اللقلاق. طبعا نتكلم هنا مثل هذه اللقلاق. نتكلم عن سيغون، هي كلمة مؤنثة. il veut être comme cette cigogne. إذن هو يريد أن يكون مثل هذا اللقلاق. cette chouette، مثل هذه البومة. cette chouette، مثل هذه البومة. أو cette hirondelle، أو مثل هذا السنونو. نقول بالدارجة خطف الشعر. أو cette hirondelle، أو مثل هذا السنونو. elle se déplace dans le ciel، هو تتنقل في السماء. المقصود il veut se déplacer dans le ciel. il veut se déplacer dans le ciel. هي تريد أن تتحرك في السماء مثل هذه الطيور. إذن كما قلنا جولي أنا أقرأ. au bord d'un lac un cerf regarde le ciel et dit quelle tristesse ma vie n'est pas belle. il ne veut pas avoir toujours ses racines au même endroit. il veut être comme cette cigogne, cette chouette ou cette hirondelle et se déplacer dans le ciel. à suivre للمتابعة. إذن سنتابع القصة في الفقرات القادمة. ثم عندنا جوغوتيان. جوغوتيان، إذن عندنا الوظيف روتونير. روتونير كما قلنا في المسابق تبقي على شيء، كأنك تبقي على محصلة. المقصود هنا بأنك تقريبا تستنبط من خلال ما رأينا في الفقرة. فهناك كلمات على الأقل يجب الإبقاء عليها كما نقول الاحتفاظ بها. سين بخونا لا بخوميير إيماج. كيس كو سي؟ إذن كو ديزي لا بخوميير إيماج؟ لا بخوميير إيماج ديزين إن سيغون. لا بخوميير إيماج ديزين إن سيغون. إذن الصورة الأولى تمثل لقلاقا. إذن فوالا أون لا سيغون. لا سيغون. لا سيغون. إذن هاد الجي التانية ما تتقراش. لا سيغون. بنفس الطريقة كما نرى في الأسفل. لا سيغون. لا سيغون. فوالا دوزيام إيماج. كو ريبريزونتيل. إذا الصورة الثانية ماذا تمثل؟ كو ريبريزونت لا دوزيام إيماج. لا دوزيام إيماج ريبريزونت أن سيدر. لا دوزيام إيماج ريبريزونت أن سيدر. الصورة الثانية تمثل أرزن. الصورة الثانية تمثل شجرة الأرز. سيت أن سيدر. C'est un cèdre. Pour la troisième image, que représente-t-elle? Si nous prenons la troisième image, que représente-t-elle? Et d'après notre sourate Talita, qu'est-ce que dit-il? Que représente la troisième image? Qu'est-ce que dit-il sourate Talita? La troisième image représente une hirondelle. La troisième image représente une hirondelle. Et dans sourate Talita, qu'est-ce que dit-il? Son nom. Et dans notre kalama al-ta'ir, al-sari' الذي يسمى hirondelle. Et enfin, si nous prenons la dernière image, que représente-t-elle? Si nous prenons la quatrième image, que représente-t-elle? C'est une chouette. C'est une chouette. Yaboma, oboum. C'est une chouette. Une chouette. Une chouette. Tout le monde a fait le fait de la compétence, yani kudorat. Compétence, kudorat. À la fin de cette semaine, tu seras capable. Et dans la fin de cette semaine, أنت ستكون قادر. على فان دو سيت سومان. في نهاية هذا الأسبوع تو سوغا كابابل. أنت ستكون قادر. تو سوغا هذا لو فيرب إتر، يعني فعل كان كما نقول، لكنه في الفيتور. في الفيتور سامبل. مصرف في زمان لو فيتور سامبل. كما نقول المستقبل البسيط. كما نتكلم عن المستقبل البسيط. إذا نقول تو سوغا. جو سوغي. Tu seras. Il sera. Il sera. هو سيكون. إذن tu seras. أنت ستكون. capable يعني قادر. à la fin de cette semaine. في نهاية هذا الأسبوع. tu seras capable. أنت ستكون قادر. d'exprimer un désir. أنت ستكون قادر. d'exprimer. على التعبير. على تعبير ماذا؟ un désir. كما نقول على تعبير un désir. رغبة. un désir يعني رغبة.
لو ديزير المقصود به الرغبة. لو ديزير المقصود به الرغبة. إذن أنت ستكون قادر على التعبير عن رغبة. المقصود أنك ستكون قادر عن التعبير عن رغبتك. يعني أنك ستقول ماذا تريد أو ماذا تحب إلى آخره. À la fin de cette semaine, tu seras capable d'exprimer un désir. في نهاية هذا الأسبوع أنت ستكون قادر على التعبير عن رغبة. يعني أنك ستكون قادر على التعبير عما تريده، عما تحبه، عما تفضله مثلا. أنت ستكون قادر على هذا. مثل شجرة الأرز التي رأينا قبل قليل. Il veut être comme cette cigogne. هي تريد أن تكون مثل هذا اللقلاق. إذن هنا عندنا رغبة. إذن نتكلم هنا عن رغبة شجرة الأرز. أنها تريد أن تكون مثل الطيور. ثم de lire les sons ceci est elle est les mots et les phrases les contenants. المقصود هنا à la fin de cette semaine tu seras capable de lire les sons. في نهاية هذا الأسبوع أنت ستكون قادر على de lire les sons على قراءة الأصوات. أي أصوات؟ سو ستكون قادر على قراءة صوت سو ثم سي ثم ات ات مثل شوات ثم ال مثل ايغونديل مثل ايغونديل وبيان اس مثلا كال تريستيس. اذا نتكلم عن اس هذا الصوت ثم لي مو اي لي فراز لي كونتونو. ثم انك ستكون قادر على قراءة لي مو يعني الكلمات لي مو اي لي فراز لي كونتونو. اذا انت ستكون قادر على قراءة الكلمات ثم الجمل لي كونتونو المحتوية اياها. المقصود المحتوية على هذه الأصوات، المحتوية على هذه الأصوات. À la fin de cette semaine, tu seras capable de lire les mots et les phrases contenant ce, si, et, elle et s. إذن هذا هو الأصل. الأصل هنا أن نقول بعد هذه الفاصلة هنا tu seras capable de lire les mots, les phrases contenant ce, si, et, elle et s. يعني أنت ستكون قادر على قراءة الكلمات والجمل كونتونو. نتكلم على الظاهر كونتونير يعني احتوى يعني المحتوية على سو سي ات ال اس. اذا حتى لا نعيد لسون سو سي ات ال اس لاننا ذكرنا فيما سبق طبعا عوضنا كل هذا بهدلي عوضنا بهدلي. على فان دو سات سومين تو سورا كابابل دو لير لسون سو سي ات L S les mots et les phrases les contenants. يعني أنت ستكون قادر على قراءة الأصوات سو سي ات ال اس. ثم ستكون قادر على ماذا؟ على قراءة les mots les phrases الكلمات والجمل les contenants المحتوية عليها. ثم décrire correctement les sons étudier. décrire correctement les sons étudier. يعني أنك ستكون قادر في نهاية هذا الأسبوع أيضا d'écrire على كتابة. أتكلم عن الظاهر écrire يعني فعل كتابة. d'écrire على كتابة. على كتابة ماذا؟ correctement بشكل صحيح. نقول عن جملة بأن correct يعني أنها صحيحة. إذن correctement بشكل صحيح. إذن أنت ستكون قادر على قراءة بشكل صحيح ماذا؟ lesson étudier يعني الأصوات المدروسة. الأصوات المدروسة المقصود الأصوات التي تعلمتها. ثم أيضا d'agir pour protéger la nature. d'agir pour protéger la nature. المقصود هنا à la fin de cette semaine في نهاية الأسبوع tu seras capable أنت ستكون قادر d'agir على المبادرة. le verbe agir المقصود به بادرة تحرك قام بشيء قام بفعل ما. إذن هذا هو المقصود بفعل أجير. À la fin de cette semaine في نهاية هذا الأسبوع tu seras capable أنت ستكون قادر d'agir على المبادرة pour protéger la nature. pour protéger la nature من أجل حماية الطبيعة. le verbe protéger المقصود به حمى. le verbe protéger المقصود به فعل حمى ومنها la protection ومنها الحماية la protection يعني الحماية. كما قلنا الآن compétences et nos قدرات. À la fin de cette semaine, tu seras capable d'exprimer un désir de lire les sons.
نسويه سي ات ال اس لي مو اي لي فراز لي كونتونون ديكريير كوريكتومون لي سون اتيدي داجير بور بروتيجي لا ناتور. اذا مكتوب بهذا القدر حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.